السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون، تم تعيين العقيد المتقاعد محمد شفيق مصباح كمستشار أمني لشرشبون طرطور المرادية رخيص الجمهورية. تعيين هذا يجي بعد الفراغ اللي تركوا المجرم جنرال عبد العزيز متجهد اللي جابوه ايامات في الرئاسة، ومن بعد بعثوه المعهد العالي للاستراتيجية الشاملة وكذا وكذا، خروطه في الخروطه لها كلش خروطه، ما كان لا دولة لا يحزن للأسف، بلاد يحكمها فويوات، بقات الدولة ما بقاتش، ما عليه. محمد شفيق مصباح اللي يعتبر من خير الضباط اللي مروا على الجيش الوطني الشعبي، وهو خريج College of Defense Studies، يعني المدرسة هي عليا للدراسات على الدفاع، بالإضافة إلى شهادات جامعية، وبالإضافة إلى مؤهلات علمية لا ينكرها جاحد. سبق لي أني تعرفت على محمد شفيق مصباح لما كان نقيب، أنا كنت ليوتنو، وكان يخدم في الديوان تاع جنرال مصطفى بلوصيف الله يرحمه لما كان أمين عام لوزارة الدفاع، وكان في نفس الوقت معاه في الديوان الكابتن رضوان بن بعد ولا جنرال ماجور. كانوا زوج ضباط إذا اختارهم مصطفى بلوصيف يعني ماشي تاع معرفة ولا تاع لا، لأنه سيتي ليلي تاع الصح، كانت نخبة تاع الصح. ومصباح كان تعين في وقت من الأوقات كنائب سفير من الجزائر في اليونسكو في باريس، ولكن ما طولش لأنه بدات ليه المحبات المحسوبية والتعيينات بالمعرفة وكذا، عوضوه بأمين بورقبة نسيب شادلي بن جديد خو حليمة اللي كان طبيب وكان طبعا من المحظوظين تاع النظام ومن الناس اللي داو الباكي كما يقولوا عندنا. لما عينوا أمين بورقبة في بلاصة شفيق مصباح، ومع العلم أنه شفيق مصباح كان ضابط في الأمن في جهاز الأمن، يعني كوموندون ذاك الوقت، كان كوموندون غير دخلوه قدم الاستقالة تاعو للجنرال بتشين، كان يخلق الجنرال بتشين غير كيما حكم السيرفيس. جنرال تفاجأ أن يشوف قدامه ضابط ماهوش تاع اللي قال يقبل، قال ادخل يدخل، لا دخل، قال هاي الاستقالة والسلام، طب يخرج من الجيش، لأنه أمين بورقبة عين من طرف جهاز الأمن وما عنده حتى علاقة بجهاز الأمن. كان شوف جهاز الأمن يحط لك واحد من المخيرين الضباط ديالو يحطوه في اليونسكو، اليونسكو باسكو ماشي اللي بوريكو يجي، تقدر تحط فيها بوريكو اليونسكو، تحط واحد مخ بعد يجيب لك واحد ما عنده حتى علاقة بالقطاع، لا بالدبلوماسية ولا بالأمن ولا بوالو، وشنو خو مرت الرئيس، هذه هي الحكاية ديالو، خو مرت الرئيس أمين بورقبة. وعلاش ما بعثوش باسم وزارة الخارجية؟ لأنه في هذيك الفترة اللي تمت فيها التعيينات
كانوا الدبلوماسيين تاع وزارة الخارجية دايرين احتجاج ودايرين إضراب، وقالوا فيها بركة تاع الناس خارج القطاع يمشيوا دبلوماسيين. تاع شادي بن جديد يعين الراجل بنته سفير في أوتاوا، يعين خوه في فنزويلا، يعين كذا. شادي دار العجب بالبيستون هذا، يعني هو اللي فتح الباب تاع تدمير الدولة الجزائرية. باش ما يثيرش، لانه لازم يخرج نسيبه يمشي للخارج ويعيش بدراهم الدولة الجزائرية وما يقدم حتى خدمة. دونك الفريق يبعثوا، استغل جهاز الأمن التعيين ديالو، يعني شتو باني أمر في يديا، مر في يديا. كلمش انا الكلام الفارغ ولا تاع هذوك الخروط، لا لا شي بينا. طبعا لما دخل مصباح بتشين رفض الاستقالة تاعو وفهمو، قالوا هاو شكون دخلك ماشي انا، لانه كانوا ما يعرفوش بعضهم. ومحمد بتشين مهما كان خلافات بيني بينه وكذا منا، ولكن نعترف له بحاجة، كان يعطي للمثقفين ويعطي للجامعيين حقهم ويخدم معاهم. وكانت يعني ذكر لا يرشي من جنرال كابيتان، ما كانش حتى كوموندور في نص الطريق. يعني كان يتعامل هكذا مع الشباب، مع الجامعيين، مع دونك ما يقدرش يخلي واحد يعني كيما شاف المصباح يغادر الجيش يخرج. قال له شوف المنصب اللي بغيت ولكن ما تخرجش. ليه جات الفكره تاع انشاء المعهد الوطني العالي للامن القومي اللي تابع لجهاز الامن، ويكون فيه ضباط يحصلوا على ماجستير في الامن القومي وكلهم جامعيين، يعني باش تدخل ليسونس وطلع الفوق، وكون يعني نخبه ضباط. بعد مانيش عارف واش دار بهم توفيق، باسكو توفيق مع كسر الجهاز، كسر كلش. المهم دايور لما جا توفيق، كان الناس ما يعرفوهاش، ما يعرفوش توفيق، بصح يقول لك ستيلو تاع توفيق. لا، كانوا يتناقش مع توفيق ويهضر مع بنا. ومن بعد نهار اللي شاف بلي الامور ما تمشيش مع القناعه تاعو، قالوا بقى على خير، خرج وبقى ريزيرف، كتب في لوسوار دارجيليك، انسان مثقف ماهوش راح يضيع. يعني الى ان تم تعيينه على رأس هالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية، اسمها فيها 20 كيلومتر، وهي مكان السنكوكي فيد. ها ديريكسيون جينيرال دو لاجونس الجيريان دو كوبيراسيون انترناسيونال بور لا سوليداريتي لو ديفلوبمون، ما عندهاش حتى مقر، ولا مقر سمعت كانوا بداو يوجدوا فيه. مديت لا بلاصة دي سابيبا، شي من كوكي فيد، يعني قال لي لازم تدير بون. انا ملي تعين على راس هاد الوكالة قطعت كل علاقة مع شفيق مصباح، حتى ما نزعجو، ما يزعجني، نحترمو بعضنا من بكري. وبالتالي هو يمشي مع عصابة تاع ولاد الحرام، انا ما يمشيش مع عصابة ولاد الحرام. هو اللي جابو لانه تبون ما يعرفوش، كان يقول لك عرفتو ما يعرفوش تبون، تبون يعرف حتى تبون تاع القرعة، صحابو تاع القرعة ما كان تاع تبارن، مصباح ماهوش تاع تبارن، مصباح انسان مثقف تبون ما عندو حتى علاقة بالثقافة، حتى وان كان متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة. لهنا هنا نارك، نورمالمون نارك رمخ ما غالب عليه. المهم دونك انا قطعت كل اتصال مع محمد شفيق مصباح، بالرغم اني كنت درت فيديو تكلمت، وكنت نشوف انه اذا قال صح
حابين قبل ما يكشفوا على وجههم تاع عصابه حرايميه اذا صح حابين تبنيوا الجزائر. شفيق مصباح تعطيه جهاز الامن، يعني تحط انسان مثقف على راس جهاز الامن، تحط واحد بوليسي، تحط واحد كما برا راشدي عبد الغني ولا كان بوعزة ولا كان نو شيء اخر، تحط رضوان اللي يعرف السادس كامل قادر يمشيه، ولكن هادو جاو بنيت يدمروا يكسروا الجهاز، جهاز الامن جاو يدمروا الجهاز الامني، يدمروا الجيش، يدمروا كل شيء. تحط واحد بوال كيما شنقريحه على راس الجيش الجزائري، واحد اللي باسكو يخاف في الراي ديالو في الحبس، ان ديترا كيمونتال كريمينال. وانا هنا اللي انا نستغرب كيفاش شفيق مصباح قبل هذا المنصب. دابور تاع لاجونس الجيان ديفلوبمون قال بون بالك باش يخدم حاجه وحده وكذا اوكي، ولكن اليوم يعينوه كمستشار امني. وعلاش تبون محتاج المستشار امني؟ وعلاش تبون يخدم صحراء وصحراء الجمهوريه؟ وعلاش تبون راح يعمل بما يشير يقولوا المستشار الامني؟ تبون ماهوش صاحب قرار، تبون أداة بين أيادي العسكر. واش من عسكر؟ عسكر اللي يتحير واحد يبول على روحو، جنرال دروبي هذايا، بولدوغ من ديكوتي، كي نقولها مانيش نسب في دروبي، دروبي يضحك الناس متشخشخ، دروبي ماكش ما يحبوش، يجي في التلفزيون الناس كاع تحب تشوفو، ومانيش نسب في شنقريحة، باسكو شنقريحة يستاهل أكثر من السبان، مجرم، كريمينال، جو كومبرون با واش يدير مصباح مع مجرم كيما هذايا، حتى ما يخدمش معاه مباشرة، ولكن مصباح يعرف بلي شنقريحة مجرم. مصباح ني با كون، ني با ايديو، نقول على بالي يسمع فيها يتبع لي فيديو ديالي وكذا، ماشي نقولها مجاملة ليه، ولكن هنا نلومو، هنا نلومو، كيفاش يا مصباح انت اللي تفهم، تعرف لما واحد في كتاب يذكروه كمجرم وقتل مواطن بحب رصاص على 12 تاع الليل في الخضارية، ما يتبعوش هذا ما دهش النيف على روحو يتابعو قضائيين، دارها نزار على كل الى دي فوا موكسا سويدية، قال ما الجزائر ما كاش رئيس جمهورية كاين عسكر يحكمو، على هاد الكلمة تبعو نزار في المحاكم، ولما قال راهو قتل ومد امر هو وهذاك المجرم عبد العزيز مجاهد باش نشعلو النار في الغابة تاع باريسترو، ما تبعوش لأنه صح. إي بوي لما قالها سويدية إيزيتي ريان دي تو كيما جهد كي دروبي، كان والو، ماشي قال يخدمها باش يسيئلهم، لا لأنهم كانوا يخدموا عليه وكذا، يخدم هو كان تحت أوامرهم، يدير كاسا باش يطنو، يدير با قبل لا، حكى قال فوالا هاو واش عطاونا أوامر. دونك سي دو فري، با دوتي دو سا، متقدرش تشك في هادي، وأنا نستغرب كيفاش شفيق مصباح اللي لما كانت الجزائر دولة كانت مزالها على خير على ديدانها، يجي يهبط من باريس يقدم الاستقالة تاعو وقال يا ستوب ما نخدمش معاكم، ماد لما بدات كدا مع توفيق طيش له قالوا ستوب ما خرجوش، هو خرج. ما عنديش بلاصتي معاكم، أنا اليوم ما نقدرش نشوف شفيق مصباح مع شرشابون، راجل كان يمرد على يديه ورجليه، يا مصباح اللي راك مستشار تاعو راه كان يمرد على يديه ورجليه في الزاوية تاع أضرار قدام الشيخ بركبير بأمر من بوتفليقة، هذا راح تخدم معاه ويكون شاف عليك وتقولو سيد الرئيس وتدخلو للبيرو طيح بروحك، لا. هادي أنا طيح بروحك، تهين في روحك، ما تستاهلش دير هاد الشي بروحك، ها
وي نقولها لك ونعاود نستاهل دير هذا الشيء. راه تدخل الصباح الواحد كان يمرد على يديه ورجليه، ها وتعرف بلي ما عندوش حريه القرار، تعرف بلي ماهوش رئيس جمهوريه، تعرف بلي عينه العسكر، تعرف بلي اثنان الانتخابات ديالو وكنا ننتصروا مع بعضنا ونتكلموا ونتبادلوا الافكار اثناء الحراك السقوط تاع بوتفليقه قبل منه بدنا بزاف اراء. دونك ما نشوفكش انت اليوم تخدم، ها نقول مليح تخدم عند واحد خدام حزام عند العسكر، عند شكون؟ عند نزار المجرم، توفيق المجرم، متخبي المريد وشنقريح المجرم. شو تفوا ما تخدم معاهم انا؟ سي با بوسيبل شو تخدم معاهم وتخلو تقول لهم مسيو البريزيدون. هذه ما تجيش في البال. ماكش محتاج دراهم، ماكش محتاج منصب، ماكش محتاج لحتى حاجة. تو نو بيزوان دو ريان. تو نو با بيزوان باش في آخر المطاف توسخ سمعتك، وتوسخ اسمك، وتوسخ مسارك. تو فيني مال، تو فيني اون تاكو كيدون افيك دي شوش عنده في كون كونسيي في الرئاسة. C'est des conseillers, donc c'est mieux des conseillers. En plus, c'est pas ton poste, il y a des conseillers. Nous, quand déjà, il y a des cadres qui ont été nommés, il t'aurait nommé chef du DAT. Relancer le DAT. Qui fait, est-ce que tu m'aurais un département des affaires de défense et de sécurité? Quel monde, il y a un بعد نحب بوتفليقة لأنه بعد بوتفليقة ديزيرتيفي لا بريسيدونس لالجيري إلى تو ديزيرتيفي خلاص ولات صحراء رئاسة لا بريسيدونس لابليك ولا فيها ساعد بوتفليقة وشلا جماعة يدورو معاه كل عشية حطوا الويسكي وخلاص ما كان والو تو لو سي تري بيان سا تو لو سي تري بيان لو كان جاو صح يعرفوا قيمتك دابور نتا ويعرفوا قيمة الجزائر يزورين لو لونسي لو داس لو ديبارتمون زافير دو ديفونس دو سيكوريتي. كاين ناس يقول لك خلف توفيق، لا توفيق نتي با كونسيي لا بريزيدونس كونسيي لا سيكوريتي تي شيف دو داس لو سي تري بيان شفيق لو سي تري بيان تي شيف دو داس. Il était lieutenant-colonel. C'était pour le sauver de l'Ikhal qui voulait l'éloigner. L'Ikhal, Allah est rahmour, l'Ikhal Hayat, un habib Adoum Djihaz, a lieutenant-colonel, a eu maudit le marquasi, le génie militaire, l'Hindès al-Askaria. On a eu un bourgba, ou la famille Halima, ou Gda, ou comme tout fait, Khdem, à Chali, Rabah Snin, la deuxième légion militaire. ثلاث ايام بعد ما عينه سينيا الدوكري تاع مدير مركزي الجيني ميليتير الهندسه العسكريه في 26 اوت دار سينيا الدوكري تاعو في 26 اوت 87 عينو شاب دي دات وذاك الوقت حصلنا كيفاش نكتبوا لا بريزيدونس انا كنت ذاك الوقت في الكابينه تاع جنرال الكحنعياط دونك كي باتو كي راسلوا لا بريزيدونس باسكو نبعثوا ان كونت روندو للشاب دي دات سولا لا لاخر جنرال ولا لاخر ليوتون كولونيل ولا غدا دير البريزيدون بعد غادي نبعث للشيف دو كابينه ديريكتور دو كابينه اللي كان العبي بالخير ولا ندير له امبلياسيون بور انفو باسكو شالي عملها بابها لي مالغري سا ليوتون كولونيل عطا له شيف دو بعد قعد عام ليوتون كولونيل طلع كولونيل عام من بعد طلع جنرال ومن بعد ولا رب تزاير فو رب تزاير فهمني فو رب تزاير باسكو النهار اللي نسف عليه السعيد بوتفليقة طاح قال له يحيى قول له يفتكر طابو وخلاص جا رايح فتكر طابو جا رايح
كليك خمسة. دونك هذا كيعطي جاب دي داتس ومصباح يقول له كونسيير لا سيكيورتي، يعني كيفو كيف هذوك القزادريه اللي راه في لا بريزيدونس ويسناك شنار ثاني يديروا له كما دار له واحد كونسيي جا لحق داخل الصباح قال له راه الباج راح تروح لدارك ما بقيتش كونسيي. نو ماشي دوله صافي بالو كور دو فوار ان اوفيسي سي بليون كو شفيق مصباح يخدم مع هاد البوندية، باسكو هاد البوندية ولاد حرام، البوندية ولاد حرام، فوالا، ربي يقدر خير بلادنا ويبعد عليها ولاد حرام، السلام عليكم ورحمة الله.